الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مسلم أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء قولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زال الحديث موصولا حول بيان أقسام الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره على الصحيحين، وقد ذكرنا أن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث قد قسم تلك الأحاديث المنتقدة على الشيخين بعد استقراء وتتبع ودراسة لمظاهر النقد، فتبين له أن هذه الأقسام ستة. فأقسام الأحاديث المنتقدة على الصحيحين ستة أقسام، ولا بد من هضم هذه الأقسام لأنه من خلالها سيتبين لنا مدى شدة الإمام الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الإمام البخاري بالذات. إذا نظرنا إلى هذه الأقسام نظرة عامة فسنرى أن معظم هذه الأقسام وبالتالي معظم هذه الانتقادات تتعلق بالسند، والشيء اليسير يتعلق بالمتن، فمعظم الانتقادات متعلقة بالسند، والشيء القليل قسم أو نوع أو نوعين متعلقين بالمتن. وأحب أن أنبه إلى أمر مهم، أن علماء الحديث كانوا على حق حين جعلوا الحكم الأمثل أو بيّنوا أن الطريق الأمثل في الحكم على الحديث إنما يتبين في دراسة الإسناد، لأن المعلومة أو الحديث أو النص إنما يساق من خلال راوٍ، ودائما نقول آفة الأخبار رواتها، فإذا تبين صدق معدن هذا الراوي من حيث العدالة والضبط فبها ونعمت، وإلا فإن الخبر فيه القيل والقال. في الدرس الماضي تكلمنا عن القسم الأول من أقسام الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، وذكرنا أن هذا القسم يتلخص في أن بعض الرواة وهو يسوق النص وهو يروي الحديث أحياناً يسوق النص بزيادة ويسوق نفس الحديث بإسناد آخر بعدد أقل، إذن هناك حديث واحد روية بسندين أو روية بطريقين، ترى يعني طريق فيه خمسة رواة وطريق آخر يوجد فيه أربع رواة، مع أنه في النهاية سيتصل إلى الرسول أو إلى الصحابي الذي روى هذا الحديث، يبقى المصدر والمنبع واحد. بمعنى إيه؟ أن منبع المعلومة هو ابن عباس مثلا يعني،
ومصدر المعلومة هو الإمام البخاري. فلو أن الإمام البخاري أراد أن يروي لي حديثا معينا من رواية ابن عباس فسيصل إلى هذه الرواية بهذا الحديث من خلال 4-5 أفراد مثلا. ثم عنده طريق آخر يسوق نفس الحديث ولكن بثلاثة، يأتي الناقد، يأتي الذي ينقد الأحاديث وينقد الأسانيد، يقول اضبط، هذا حديث واحد ساقه البخاري مرة زائدا ومرة ناقصا، فالزيادة والنقص هنا مردها إلى إيش؟ إلى السند. الزيادة والنقص مردها إلى السند، يبقى فيه طريق يوجد فيه زيادة وطريق آخر لا توجد فيه هذه الزيادة. وفي اللقاء الماضي ذكرنا حديث ابن عباس في قصة عذاب الرجلين في القبر، قصة الرجل المعروف. فالإمام البخاري ساق هذا الحديث مرة من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، هذا طريق، أو هذه طريق يسوقه عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وطريق آخر موجود عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس. إذن هناك طريق يوجد فيه مجاهد عن ابن عباس وطريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، تدركون هذا الكلام؟ إذن هنا شخصية زائدة في أحد السندين، وهي الذي زيد فيها مين؟ زيد فيها طاووس. فإذا تم إسقاط طاووس كانت الطريق ناقصة. هنا يأتي الناقد وينقد البخاري متوهما أو متصورا أن هنا سقطا في الإسناد. قلنا على كلا الأمرين، سواء الطريق المزيدة أو الطريق الناقصة فلا إشكال، هذا نذكر بما قلناه سابقا، فلا إشكال. لأن أولا مجاهد يروي مباشرة عن ابن عباس، وطاووس يروي مباشرة عن ابن عباس، فهنا لما يأتي إسقاط إذن لابد أن يكون هناك مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، هذا سليم، مجاهد يروي عن ابن عباس وطاووس يروي عن ابن عباس. فإذا جاءني طريق عن مجاهد عن ابن عباس لا إشكال، لأن مجاهدا إما أن يسمع الحديث مباشرة من ابن عباس، وإما أن يسمعه من طاووس الذي سمعه منين، فكلا الطريقين لا إشكال فيهما. فإذا تبين لنا أن مجاهدا لا إشكال فيه أبدا من حيث التدليس، فإذا روايته عن ابن عباس لا إشكال فيها، وقد ثبت عندنا مئات الأحاديث التي يرويها مجاهد عن ابن عباس، وعندنا أيضا عشرات الأحاديث التي يرويها طاووس عن ابن عباس، فلا إشكال ما دام انتقد أو انتفض قضية التدليس الموجودة عندي في النص. ومن هنا فإنه لا وجه للاعتراض على البخاري في أنه قد أتى الطريق أو ذكر الطريق الزائدة. كلامنا النهاردة بقى هنقول على الطريق الناقص. مين اللي كان بيقرأ؟ واحد يقرأ يكون قراءته صحيحة عشان نعلم قراءتك صحيحة. فضل اقرأ هنا. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة. فين القراءة؟ لا هنا قبلها بقى. أيوة، وإن أخرج عندك فين؟ بداية الأول شرط. لا خلاص ما يختلف الرد فيه عندك. وإن أخرج من أول هنا، وإن أخرج خلاص. إذا احنا الآن بنرد على
إن هو اعترض على البخاري، إن هو اعترض على البخاري بالزيادة رددنا عليه. طب إن اعترض بالنقص، بالنقص قلنا إذن هو اعترض بالنقص باعتبار أن مجاهدا أسقط طاووس، قلنا ما في مشكلة. طب إذا هو اعترض على المزيد على الطريق الزيادة كيف نرد عليه؟ هنقول بقى هنا الشطر الثاني أو الاتجاه الثاني، وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق، صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة. يعني إذن هو فيه، يعني لو فرضنا جدلا أن الإمام البخاري أخرج طريقا زائدة، طريق زائد زي ما قلت ضربنا مثال الآن زائدة، فجاءني مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي وأخرج نفس الحديث من طريق ناقصة، هو هيعترض على البخاري من حيث الإيه؟ من حيث الزيادة. يبقى الحديث عند إمامين، إمام فيه طريق زائد وإمام فيه طريق ناقص. هو جاء إلى مثلا إلى البخاري باعتبار أنه أخرج الطريق الزائد أو الزائدة فاعترض عليه، فحنرد عليه الآن ونبين وجه الاعتراض ووجه الرد. نعم. تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف فينظر. دعوى انقطاع فيما صححه المصنف بمعنى إيه؟ يعني أنا عندي هو يتصور أن مجاهدا عن ابن عباس منقطع، أن مجاهدا عن ابن عباس منقطع. لماذا؟ لأنه توثق، فهو هيعلله بهذا. نعم. إن فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روي عنه، من روى عنه، روى عنه إدراكا بينا. خلي بالك أدي واحد وهيتكلم على ثلاث حاجات. إن كان الراوي صحابيا خلاص ما هيش مشكلة عند الصحبة لا إشكال فيها، أو ثقة غير مدلس، غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، أدي اثنين، أو صرح بالسماع. أيوة، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى. هو يريد من وراء ذلك أن ينفي التهمة، أن ينفي التهمة عن هذا الزائد. فهذا إما أن يكون صحابيا ما هيش مشكلة، صحابي يروي عن صحابي ما هي مشكلة عندنا. إذا كان الزائد ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، لأن أنا أقصد بالإدراك البين حتى لا تؤثر العنعنة في الرواية، أو ثقة غير مدلس قد أدرك إدراكا بينا شيخه أو من روى عنه. ثلاثة، أو أن لو فرضنا جدلا أن هذا مدلس فلا بد أن يصرح بالسماع من طريق إيه؟ من طريق أخرى. فإن وجدنا هذا الأمر، وجدنا الثقة الذي روى عمن أدركه إدراكا بينا، أو وجدنا الثقة أو وجدنا المدلس الذي روى بصيغة العنعنة، روى بصيغة السماع في طريق أخرى، هذا أمر لا إشكال فيه إطلاقا. نعم. فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد يعني إذا إحنا فعلا لم نجد ثقة غير مدلس، أو وجدنا ثقة روى بالعنعنة، أو وجدنا الصحابي مختلف، إذا وجدنا هذا هيبقى فيه من حيث البر الذكور اللي بره أو الظاهر اللي بره كان الانقطاع موجود، لأن لو فرضنا المدلس روى بصيغة عنعنة بتحمل معنى الانقطاع، لو المدلس روى بصيغة عنعنة بتحمل معنى الايه؟ بتاعنا معنى الانقطاع. وإذا الثقة روى عمن لم يدركه، إدراكا بينا كان فيه معنى الايه؟ الانقطاع. فإذا في الطريق في الصورة الأولانية انتفى الانقطاع باعتبار ايه؟ باعتبار ان المدلس روى بصيغة السماع أو التحديث في طريق أخرى، أو باعتبار الثقة أدرك من إيه؟ من روى عنه خلاص. إنما القضية هنا فيه انقطاع واضح. طب هنرد عليه إزاي؟
وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد. أيوة، حيث له سائغ، سائغ يعني متابع. يعني لو فرضنا أن البخاري روى هذا فهو لم يخرجه إلا إذا كان هناك متابع أو عاضد. تاني، يبقى لو فرضنا أن هناك حديثا في صحيح الإمام البخاري ظاهره الانقطاع، ظاهره الانقطاع، فكيف يكون الجواب؟ نقول إن الإمام البخاري ما أخرج هذا الحديث الذي ظاهره الانقطاع إلا إذا كانت هناك مبررات، كأن يكون هناك متابع، وأنتم تعرفون المتابعات، أو يكون هناك عاضد يعضد هذه الرواية، أو حفت، أو حفت هذه الطريق بقرينة في الجملة تقوي هذا الحديث، فيصبح حينئذ الحكم على الحديث من حيث المجموع، من حيث القرينة مثلا، أو من حيث الاعتبار أو المتابع، أو من حيث العاضد أو الشاهد، وهنا يقع التصحيح من حيث، لا من حيث هذا الحديث، بل من حيث ما احتف به من إيه. ولذلك القرائن ديت بعضها داخلي، بعضها داخلي، ساعات القرينة تبقى داخلية، وتبقى ساعات تبقى قرينة خارجية. فالقرائن المحتفة بالخبر على نوعين، إما قرائن خارجية وإما قرائن داخلية. القرينة الخارجية كأن يكون الحديث موجودا في كتاب التزم الصحة، أو في كتاب التزم صاحبه الصحة، ده قرينة خارجية. وساعات تبقى قرينة داخلية بقى، يبقى نص الحديث ده، الحديث الذي نتعامل معه قد يكون له متابع، قد يكون له عاضد، قد يكون في قرينة أخرى. إذن الآن القرينة إما أن تكون خارجية وإما أن تكون داخلية. إذن حين أرى حديثا ظاهره الانقطاع في البخاري، لزاما علي أن أبحث عن القرائن التي ترفعه، أو القرائن التي تقويه، أو القرائن التي تجبره، من متابع أو شاهد أو أي شيء آخر يرتقي بالحديث من درجة القطع الموهم للضعف إلى درجة الصحة. وهذا ما فعله مين؟ البخاري. ولذلك سترون الآن مثالا لهذا الكلام، للتطبيق لهذا الكلام. فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد وحفته قرينة. سائغ يعني متابع. ولذلك في بعض النسخ، وفي بعض النسخ بدل كلمة سائغ متابع، مش مشكلة عندنا، يعني المراد بالسائغ هنا إيه؟ المتابع. نعم. وحفته قرينة في الجملة تقويه ويكون لا، هو إحنا أنا شرحت الآن بقول إيه، يا إما فيه متابع أو عاضد أو حفته قرينة في الجملة، حفته قرينة في الجملة، يبقى أو حفته ده قرينة ثالثة أو أمارة ثالثة، بدل لكن لو قلت وحفته قرينة في الجملة يبقى دي راجعة للماضي، إنما في بعض النسخ أو حفته قرينة، وهذا هو الأوجه، أو بدل الواو إيه؟ أو نعم. ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، مثاله ما رواه. خلاص احنا هضمنا الآن القاعدة. إذا أنا وجدت حديثا ظاهره، أنا بقول ظاهره الانقطاع، فلا بد أن أبحث عن متابعات، عن مقويات، عن قرائن إلى آخره. ولذلك في عندنا يقول لك إيه، هذا الراوي روى له البخاري مقرونا بغيره، مقرونا بغيره، يبقى فيه قرينة، هذه القرينة إيه؟ أنه قرن بغيره، إذن هو جبر وجبر. إحنا معنا الآن حديث لأم سلمة رضي الله عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ممتلئة بدنيا، ولا شك أن الحج زحام، أن الحج زحام، خاصة في رمي الجمار، خاصة في الطواف،
وإذا كان الحجاج أو الذين وقفوا على صعيد عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114,000 كانوا مع الرسول في حجة الوداع، فاليوم عندنا ملايين مع الناس. فقضية الحج بعض المناسك فيها مشكلة، من حيث الرمي تجد فيه تزاحم، فيه ناس بتموت، من حيث الطواف زحمة. المهم أن أم سلمة رضي الله عنها رأت هذا الزحام فشكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بدينة وأنها ممتلئة جسميا لا تستطيع أن تتحمل الزحام، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تسرع ترمي الجمار ليلا في وقت يكون المكان فاضي، وأن تذهب إلى مكة بسرعة وتركب الجمل وتطوف وهي راكبة والناس يصلون. ده حديث موجود في البخاري. الحديث بيقول إيه؟ بيقول لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. هذا في حجة الإيه؟ في حجة الوداع. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وما ورد في سنن الترمذي وغيره أنه حج حجتين قبل أن يهاجر ففي هذا كلام، إنما الأصح الذي لا خلاف عليه عند العلماء أنه حج حجة واحدة قبل أن يلقى ربه، وهي حجة الوداع أو حجة البلاء. لكن اعتمر أربع عمرات كلهن في ذي القعدة. يبقى الرسول حج حجة واحدة واعتمر إيه؟ أربع عمرات، كل العمرات دي كانت في ذي القعدة. والشيء العجيب أنه في السنة السادسة من الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة، فصد عن البيت وتم صلح الحديبية كما تسمعون، وكان معه صلى الله عليه وسلم حوالي 1,400، وتم في هذا الصلح أن يرجع الرسول إلى مكة إلى المدينة هذا العام، ولا يسمع له بدخول الحرم مكة، وعليه أن يرجع العام القادم في نفس التوقيت هو شهر إيه؟ ذو القعدة، ولا يجلس في مكة إلا 3 أيام فقط. فأصبح العمرة الأولى اسمها عمرة الحديبية، هل هو أداها؟ لكن احتسبت بالنية، يبقى عمرة الحديبية لم تؤدى بالفعل بدليل أنه إيه؟ رجع. ثم بعد ذلك في السنة السابعة من الهجرة كانت عمرة أخرى تسمى عمرة القصاص أو عمرة القضاء أو عمرة القضية بمعنى واحد، بس طبعا فيه خلاف في الحكم الفقهي. يبقى سنة الحديبية سنة في ذي القعدة، والقضاء أو القصاص في ذي القعدة، لأنه اشترطوا عليه أنه لازم يؤدي هذا المنسك في ذي القعدة. في سنة 8 من الهجرة فتح مكة في رمضان، وظل يطارد فلول المشركين إلى وهو في عودته في ذي القعدة أدى عمرة تسمى عمرة الجعرانة أو الجعرانة، كانت في ذي القعدة. وفي حجة الوداع أدى العمرة في ذي القعدة. قد يقول قائل الله ده الحج كان في ذي الحجة، أقول لك هو خرج يوم الخميس 25 ذي القعدة من المدينة، فأصبحت النية إيه؟ موجودة فين؟ في شهر إيه؟ في شهر. ولذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. المهم أن أم سلمة في حجة الوداع وجدت زحام الناس، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج مسرعة إلى منى فترمي الجمار قبل زحام الناس، وأن تطوف بالبيت قبل زحام الناس في طواف الوداع طواف الإفاضة. فأذن لها الرسول فقال لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. يبقى معناها أنها تصلي الصبح فين؟ في الحرم في الكعبة، والناس يصلون صلاة الفجر. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، يعني ما صلتش دول إلا حتى خرجت من الحرم. هذا الحديث فيه إشكال بقى اللي هو الطريق الزائد والطريق الإيه؟ الناقص.
ايه اللي حصل بقى؟ ان الامام البخاري روى الحديث ده كالاتي، اقرا الاول وانا اعلق عليه بقى. مثال ما رواه، ما رواه الامام البخاري من حديث ابي مروان عن هشام عن عروه، مروان مروان أيوة. عن هشام عن عروه عن ابيه. لا لا خطا، يبقى انتظر، يبقى ايه الحديث كالاتي؟ الحديث كالاتي عشان تستفهموا اللي هتسمعوه الان في الاقراء. الامام البخاري له طريقين، له طريق، له طريقان للوصول الى ايه؟ الى روايه ام سلمه اللي فيها ايه؟ انها اشتكت الى الرسول فصلى الله عليه وسلم فقال لها اذا صليت الصبح. له طريقان يوصلانه الى مين؟ الى ام سلمه راويه الحديث. له طريقان. الطريق الاولاني قال فيه ايه بقى؟ لان احنا عندنا قاعده فقه الامام البخاري في تراجمه وفي سياق الاسانيد، فقال ايه؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا الكلام مش في الكتاب بس عشان تفهم اللي هتسمعه الان. حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، يبقى شيخ البخاري اسمه ايه؟ عبد الله بن يوسف. اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن، يبقى ادي عبد الله بن يوسف وادي مالك وادي محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عروة ادي ايه؟ اربعة. عن زينب، عن زينب عن ام سلمة، شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال اللقطة دي فقط، يبقى ده الطريق الايه؟ الاول. الطريق الاول اللي هو قال فيه، الطريق الاولى قال فيها ايه بقى؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن، ادي ثلاثه، عن عروه، عن زينب، زينب خلي بالكم، زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة شكوت الى رسول الله والحديث. بس جاب ايه؟ جاب اللقطه دي فقط، شكوت الى رسول الله. وبعدين بقى يقوم يقول بعدها ايه؟ وحدثني ابو مروان اللي معانا ده، يبقى حدثني ابو مروان طريق ايه؟ طريق تاني للامام البخاري لكي يوصله. المفروض يكون بقى ما بين ابي مروان، ابو مروان ده اسمه يحيى تاني، خليكم معي. يبقى انا قلنا الطريق الاولاني فيه كم واحد؟ ست. عبد الله بن يوسف ومالك ومحمد بن عبد الرحمن وعروه وزينب، وبعدين تجي لي راويه الحديث وهي ام سلمة. الامام البخاري قال وحدثني ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا، يبقى ابو مروان ده شيخ مين؟ شيخ البخاري، كلام واضح. طيب شيخ البخاري يبقى هو قرين لمين؟ قرين لعبد الله بن يوسف. طيب لا يعني هو لا اسف معلش، يبقى هنا رواه البخاري عن محمد بن حرب، اسف خلاص بنصحح مسار. يبقى الطريق الاولاني عن مين؟ عبد الله بن يوسف. الطريق الثاني عن مين؟ عن محمد بن حرب. يبقى محمد بن حرب وعبد الله بن يوسف شيخان للبخاري، خلاص عشان نصحح المسار. عبد الله بن يوسف ها ومحمد شيخان للإمام البخاري في هذا الحديث. طيب عبد الله بن يوسف روى الحديث عن مين؟ عن مالك. محمد بن حرب رواه عن أبي مروان، أصبح أبو مروان قرين مقرون بمين؟ بمالك. يبقى محمد بن حرب مع، لأن البخاري له شيوخ كثر، فأدي شيخ عبد الله بن يوسف وأدي الشيخ الثاني محمد بن حرب. عبد الله بن يوسف روى الحديث عن مالك، ومحمد بن حرب روى الحديث عن يحيى ابن ابي زكريا اللي هو ابو مروان. طيب تعالوا الطريق الاولاني اللي احنا قلناه، مالك رواه عن مين؟ محمد بن عبد الرحمن. لا ابو مروان رواه عن مين؟ عن هشام بن عروه. اصبح هشام بن عروه مع مين؟ مع محمد بن عبد الرحمن، مع محمد بن عبد الرحمن. طيب هنا هشام بن عروة رواه عن أبيه عروة، يبقى الغلط اللي عندك، يبقى هشام بن عروة بعض الكتب فيها غلط، بعض الكتب عندكم هشام عن عروة عن أبيه، لا الصواب إيه بقى؟ هشام بن عروة عن
أبيه مين؟ عن أم سلمة. خلي بالكم، يبقى عروة روى الحديث عن مين؟ في الطريق الثاني، في الطريق الثاني، في الطريق الثاني، عروة روى الحديث عن أم سلمة مباشرة. يبقى الساقط هنا مين؟ زينب. يبقى زينب موجودة فين؟ في الطريق الأولاني، في الطريق الأولاني اللي هو طريق مين؟ طريق عبد الله بن يوسف. وزينب غير موجودة في الطريق محمد الثاني وهو طريق مين؟ محمد. الله، في هنا قلق. هنا بقى يبدأ الناقد يصطاد، يبدأ يلعب. فاحنا عندي طريقين لهذا الحديث، طريق عبد الله بن يوسف عن محمد، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة شكوت إلى رسول الله. الطريق الثاني بقى مين؟ محمد ابن حرب، حدثنا يحيى ابن أبي زكريا عن هشام ابن عروة، عن أبي، عن أم سلمة. فلا توجد سيرة إطلاقا لمين؟ لزينب. الدارقطني، الدارقطني هينقد هنا الطريق إنه بقى اللي هو سقط فيه مين؟ اللي سقط فيه زينب. فقال اضبط، هذا طريق منقطع. لماذا؟ لأن عروة المفروض، لأن الطريق الأولاني، الطريق الأولاني عروة روى الحديث عن مين؟ عن زينب. عروة روى الحديث عن زينب. فين هشام؟ والطريق الثاني ها عروة روى الحديث عن مين؟ عن أم سلمة. يبقى ذكرت زينب عن أم سلمة، عروة عن زينب عن أم سلمة، والثاني الطريق الثاني بتاع محمد بن حرب، عروة عن أم إيه؟ عن أم سلمة. قال الدارقطني هذا منقطع. عرفت الانقطاع ليه؟ لأن، طب أنت هتقول منقطع، هجيب لي دليل على إن هنا سقط وهو مين؟ وهو زينب. فقال والله، فقد رواه بقى اقرأ، قد رواه حفص بن غياث، ها، وقد وصله، قد وصله حفص بن غياث، ابن غياث، غياث، ها، مشدد لي عنه. أيوان، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، ووصله مالك. انتظر بقى، يبقى دلوقتي الدارقطني بيستدل على أن الطريقة الثانية متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة لسقوط مين؟ زينب بنت أم سلمة. فقال أنا عندي نصوص موجودة أن حفص بن غياث روى الحديث، حديث أم سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها سلمة. وبعدين الدارقطني يقوم يديني حقنة أو إبرة قوية جدا ويقول لي إيه بقى؟ ولم يسمعه عروة من أم سلمة، ولم يسمعه عروة منين؟ لكي يؤكد أن إيه؟ أن هنا قطع، أن هنا عدم اتصال، لكي يؤكد أن البخاري سقطت منه أو أسقط أو سقطت من طريقه زينب. يبقى طبعا فيه سقط عندك في بعض النسخ. يبقى بعدها ولم يسمعه عروة من أم سلمة. قال الدارقطني مرة أخرى اقرأه، وهذا منقطع. قال الدارقطني وهذا منقطع، وقد وصله حفص عن غياث، لا حفص ابن، عن حفص ابن غياث، أيوة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة. طيب خلي بالك بعد كلمة عن أم سلمة الدارقطني اداني توضيح أكثر. قال ولم يسمعه عروة منين؟ إنما سمعه من زينب بطريق، بدليل الطريق بتاع مين؟ بتاع حفص. نعم، ادي واحد. يبقى هو الامام الدارقطني، طبعا ده الدارقطني خبير علل، خبير علل، يعني بيستخرج العله من الحديث كما تستخرج الشوكه بالمنقاط، بالمنقاش، ده يعني راجل مستشار. فهو قال ان البخاري سقط في هذا او وقع في هذا، ان ما في اتصال عنده، وبدليل ان الروايه بتاع حفص ديت سليمه 100%. ايضا تعالى مالك نفسه، مالك ابن انس روى الحديث في الموطأ موصولا عن أبي الأسود، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة. فعندك الآن طريقين، عندك اثنين أئمة، اثنين رواة روى الحديث إيش؟ متصل. أن عروة سمع من زينب. نعم، أن عروة لم يسمع، عروة لم يسمع من زينب. ما هو لم يسمع من أم سلمة، لم يسمع من أم سلمة، عروة لم يسمع من أم سلمة. أنا قلت قبل الكلام ده بالأول، ولم يسمع عروة منين؟ من أم سلمة. هذا نقد الدارقطني. ما موقفك يا ابن حجر؟
نعم اقرأ بقى. قال الدارقطني لكي تتصل المعنى. قال الدارقطني هذا منقطع وقد وصله حفص عن غياث. أنا قلت لا خطأ. وقد وصله حفص بن غياث. أيوة. عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة. أدي واحد أدي طريق أدي طريق. نعم. ده يؤكد الاتصال. ها. ووصله مالك في الموطئ. في الموطأ. في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك. كويس أدي طريق تاني. ده يؤكد أن الحديث متصل. نعم. قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث يحيى بن زكريا. لا. أو أبي مروان. لا أنا قلت عليه عندك أبي مروان. خلاص أنا ما شرحت. المهم إحنا قلنا الآن منذ قليل والله لو كان الحديث ظاهره الانقطاع يبقى إحنا بنبحث عن متابع أو عاضد أو قرينة مقرون كما قلنا الآن فلان فلان مقرون بفلان. يبقى هنا ابن حجر أجاب عن هذا قال هذا الحديث ها حديث مالك عند البخاري اللي هو الطريق إنه الطريق الأولى الأولانية الأولى. خلاص حديث مالك عند البخاري في الطريق الأولى مقرون بحديث أبي مروان في الطريق الثانية. تفهمون هذا؟ إذن الآن الإمام ابن حجر يريد إيش من وراء هذا الكلام؟ أن يؤكد أن الطريقة التي ظاهرها الانقطاع ها أيدت قويت عضدت بإيش بمتابع وهو أن أبا مروان مقرون برواية مين أبي مروان. خلي بالكم بقى ده ابن حجر حيقول على البحري مكشوف يا طالب العلم يا طالب الحديث أكثر الروايات وأكثر الطرق. خلي بالكم معايا كلام أكثر الروايات وأكثر الأسانيد وأكثر الطرق ستثبت أن الحديث مروي عن عروة عن أم سلمة. والحكم دائما لإيه؟ للأكثرية. والحكم دائما للأكثرية. فإحنا الآن أمام ردين. في ردين اثنين يردوا على الناقد. الرد الأولاني إن فيه إيه؟ فيه إيه؟ متابع في عاضد في قرينة موجودة أن مالكا مقرون بأبي مروان وأبي مروان مقرون بمالك. خلاص ما فيش مشكلة عندي كده حاضر. الأمر الثاني أن أكثر الأسانيد في رواية هذا الحديث أنها ها إسقاط زينب. معظم الأسانيد ليس فيها مين إسقاط زينب ودائما الحكم المين للأكثرية. هذا أمر معروف في دنيا الناس. نعم. وقد وقع لا انتظر هو في سؤال. أيوان من رواية من أيوان من رواية مالك ها زائد بخطقات مين زينب ها مقرون يعني أبو يعني هنا أنا حديث مالك عندي البخاري مقرون بمين يبقى إذن كلا الطريقين يعضد إيه يعضد الآخر لأن الأشخاص اللي موجودين في الثلث الأول من السند غير موجودين في الثلث الأول من الطريق الثاني. إذا هم أشخاص مختلفون تفهمون هذا. إنما لو كانوا متحدين كنا فيه وهم من واحد منهم. لكن أنا عندي عبد الله بن يوسف غير محمد بن حرب ومالك غير مين غير أبي مروان. إذن الآن كلا الطريقين يؤيد إيه يؤيد الآخر. وبعدين حنصل في النهاية إلى أن معظم الأسانيد لرواية هذا الحديث عشان نصل أم سلمة ليس فيه إيه؟ ليس فيه زينب. نعم هتسمعوا الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. وقد وقع في رواية الأصيلي أحد الرواة لصحيح البخاري. نعم. عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا وعليها اعتمد المزي في الأطراف. ميزة المزي في تحفة الأشراف ميزة المزي طبعا احنا عندنا الإمام المزي رحمة الله عليه الحافظ ابن كثير واخد بنته يعني سبحان الله يعني العلماء. فالحافظ المزي له كتابان مهمان جدا ينفعان المتخصص في واحد التخريج وينفع المتخصص أيضا في دراسة الأسانيد. ده مين المزي متوفى سنة 742. الكتاب الأولاني اسمه تهذيب الكمال
ده ينفعك في دراسة الأسانيد. تريد أن تعرف إسناد أبي داود، إسناد الترمذي، إسناد النسائي، إسناد ابن ماجه، أو المراسيل لأبي داود، تروح لتهذيب الكمال للمزي. وفي نفس الوقت له كتاب تاني اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف اللي هو احنا نتكلم عنه الآن. ميزة هذا الكتاب أنه يسوق الحديث في تخريجه بأسانيده المتعددة، سواء كانت إيه بقى زائدة أو إيه أو ناقصة. المزي اعتمد على الرواية الزائدة اللي هي تعتبر رواية مين؟ رواية مالك، رواية مالك كويس. لكن ستجد واحنا بنخرج الحديث ان معظم الروايات ليس فيها زينب بالإسقاط. نعم، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. أكمل؟ كويس كمل. ما احنا اتفقنا الآن ان احنا اذا اعترض علينا وقالنا ان البخاري فيه حديث مقطوع، طبعا فيه مقطوع غير المنقطع، فهموا الكلام ده، مقطوع غير المنقطع. المنقطع، المنقطع ده من أوصاف السند اللي احنا بنتكلم عنه الآن، إنما المقطوع من أوصاف المتن. نقول هذا حديث مقطوع يبقى من أوصاف الايه؟ المتن. إنما الحديث منقطع من أوصاف السند. طيب احنا اتفقنا الآن، واحد جه قال لنا إن البخاري فيه حديث ها منقطع ولا مقطوع؟ منقطع. كيف أرد عليه؟ طبعا من خلال بقى ابن حجر رباني قال والله تدور تبحث له عن ايه؟ عن متابعات، عن شواهد، عن مقويات، حتى والبخاري ما يفعل هذا إلا إذا كان الحديث له متابعات، متابعات ومعضضات. كويس. الأمر الثاني في هذه الحالة سيتبين لنا أن أكثر من 70-80% من الطرق لهذا الحديث ها مروية بإيه؟ بإسقاط زينة. يبقى البخاري اعتمد الإيه؟ اعتمد الأكثرية. نعم. مما يؤيد هذا بقى، مما يؤيد ان معظم الروايات على اسقاط زينب يبقى على الطريق المزيدة ولا الناقصة؟ على الناقصة. على الناقصة، لان عروة بن الزبير كما ستعرفون الان، عروة بن الزبير رضي الله عنه ما اقدرش اقول ان فيه انقطاع بينه وبين مين؟ بين ام سلمة. ليه بقى؟ لان عروة بن الزبير اتولد حوالي سنة 23 تقريبا، ولد عروة سنة 23 هجري، وأم سلمة توفيت سنة 59. شو بقى في فرق شاسع ولا لا؟ ممكن يدركها ولا يدركهاش؟ ده يمكن أدرك من حياتها أكثر من 30 سنة. إذا هينتفي تماما هنا إيه؟ الانقطاع. وعروة مش مدلس، فلو عروة قال لي عن أم سلمة لا لا ليس في عندي شيء، لأن الإدراك موجود ولا ما هو مدروك؟ مدرك. الإدراك موجود، لأن إحنا قلنا عروة اتولد سنة 23 وده من كبار التابعين من أهل المدينة، وأم سلمة رضي الله عنها تأخرت وفاتها على أصح الآراء من 93 من سنة 59 آسف من سنة إلى سنة 59. يبقى ده يدل على إيه؟ على إن فيه إيه؟ فيه إدراك، فيه إدراك، وهو أدركها من أدرك من حياتها بضع وثلاثين سنة. حاضر، بس لما كمل اذا اتفقنا الان ان يعني ما في فرق عندي، لا لن تؤثر وجود زينب او عدم وجودها، لكن اكثر الروايات على عدم وجود ايه؟ زينب. ثانيا، يوم ما عروه يقول لي عن ام سلمه لا اشكال عندي، لان عروه بن الزبير ادرك ام سلمه ادراكا بينا من خلال ايه؟ تواريخ المواليد وتواريخ الوفيات. نعم. ده في كتابه. نعم. ومن شرط البخاري رغم الله ثبوت اللقاء. كويس. هل البخاري يعني اسقط شرطه فيها؟ لا ما اسقطش. احنا قلنا زمان لكم ان لما البخاري بيقول ان يتحقق لي، يبقى دلوقتي انا عندي البخاري بيشترط ايه؟ المعاصره واللقاء والسمع. المعاصرة واللقاء وإيه والسهدة. لما جينا قلنا زمان قلنا من شرط الحديث الصحيح الاتصال، فتتنا الاتصال قلنا الاتصال مكون من كم نقطة؟ من ثلاثة. في معاصرة ما بين التلميذ والشيخ، أدي واحد. فإن وجدت المعاصرة لابد أن أبحث عن نقطة تانية،
وهي لا مش السماع، اللقاء، لأن لا يلزم من معاصرتك لي أن تلقاني. أنت الآن مثلا عاصرت الشيخ شعراوي، هل يلزم من معاصرتك للشيخ شعراوي أنك التقيت به؟ فالبخاري يقول لك لا، أنا محتاج عنصر تاني لكي يكون الحديث وهي متصلا، وهو عنصر الإيه؟ اللقاء. الشرط الثالث بقى إن علشان لكي يكون الاتصال سليم 100% يحصل سماع ما بين التلميذ وإيه؟ وشيخه. طيب، لأن ما يلزمش من اللقاء سماع، يمكن أنت قابلتني في الطريق وتقول لي السلام عليكم، إنما إحنا عاوزين نثبت أنك جلست في الدرس في المحاضرة سمعت شيخك. هنا البخاري بقى بيشترط السماع فين؟ بالذات في المدلس، لازم المدلس إيه؟ يتأكد له إن فيه سماع. ولذلك إحنا قلنا إن الشعرة اللي بتفصل ما بين البخاري ومسلم في قضية العنعنة، العنعنة، فالبخاري يشترط تحقق اللقاء ومسلم يشترط إمكانية اللقاء. طب ما دام تحقق اللقاء هيتحقق سماع؟ هل عروة مدلس؟ عشان أقول فيه الكلام ده، لا ما فيش مدلس ولا حاجة، بدليل إن عندي روايات إن عروة صرح بالسماع من أم سلمة في مواطن أخرى. يبقى إذن الآن الحديث سواء كانت زينب بنت أم سلمة موجودة أو غير موجودة، يبقى الحديث إيش؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. يبقى الطريق المزيدة اللي فيها أم سلمة صحيح، والطريق الساقط فيها أم سلمة صحيح. ليه بقى؟ لوجود معضدات، مقويات، قرائن، بالإضافة إلى أن أكثر الطرق إيه؟ قال أبو علي الجياني. نعم حضرتك خبرتنا أن الرد في الإمام البخاري الإمام الدركوتني بعلم. طب هل الإمام الدركوتني ما كانش يعرف أن الفترة الزمنية بين سبحان الله يعني مسلمة؟ أحيانا تبقى الشمس واضحة وما أنت شايفها قدامك. طب ما هو الدركوتني فيما نقد فيه البخاري وقع فيه في سننه، تفهموا؟ يعني النقد اللي وجهه للبخاري لم يسلم منين؟ لم يسلم من الدارقطني في كتابه السنن، مع انه فسقط. فسبحان الله، ديت يعني منح من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. هو ربنا سلط الدارقطني على البخاري، انما بعد كده سلط ابن حجر على مين؟ فرد الامور الى نصابها. ليس معنى هذا ان احنا متحاملين على الدارقطني، لا، ده كتر خير الدارقطني اني فتح لي باب لمحاوله ايه؟ نقد البخاري، لكن على اسس، على اسس. احنا بنقول ما في يعني النهارده يقول لك البخاري مش معصوم، البخاري من كتاب البخاري مش كتاب منزل. ما عندناش مانع انقد البخاري، انقد صحيح البخاري، لكن تنقده نقد عشوائي، نقد اكاديمي، نقد علمي مبني على قواعد، زي الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. بالله عليكم، حد في الزمان ده بينقد هذا الكلام الان؟ ده بينقد عن طريق المخ، العقل، ان مخ الحديث ده مش داخل مخي، ما ينفعش. هل مخنا النهارده يختلف عن مخ الدارقطني؟ ابدا. لما يجي يقول لك حديث الذبابة في البخاري، وده كلام فارغ ما ينفعش يكونه في البخاري، الله، ده البخاري حط في كتابه الصحيح، كتاب الطب، كتاب الطب، هل هيجهل ان حديث الذبابة ده كفيك؟ الابد. فهي القضية الان ان احنا ما عندناش في النقد الان معيار للنقد، فهو نبقى سميه نقد عشوائي، انما النقد العلمي بقى ده لقد نعلمنا كيف ننقد السند. نعم. قال أبو علي الجياني، قال أبو علي الجياني وهو الصحيح، كلمة وهو الصحيح رجع لإيه؟ إلى أن معظم الروايات ها ليس فيها إيه؟ زينب. ليس فيها زينب، ففيها إسقاط لزينب. نعم. وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان. أيوة. يبقى دلوقتي الدارقطني سأل طريقين اثنين علشان يؤكد إن الحديث إيه؟ موصول، مش كده ولا لا؟ حديث وصل حفصة، حفص بن غياث، والتاني وصل مالك. هنا بقى أبو علي الجياني بيقول إن أولا أكثر الطرق على أنها إسقاط زينب، أدي واحد. وبعدين الإسماعيلي وهو بيسوق الحديث في المستخرج بتاعه على البخاري أسقط إيه؟ زينب. من حديث مين بقى؟ قول لي بقى، هيعدي له طرق بقى. من حديث عبدة بن سليمان، ادي واحد، ومحاضر، وابو حاضر بن المورق، وحسان بن ابراهيم، ثلاثه كلهم عن هشام. شوف بقى، لما يجيب لك ثلاث طرق يصب في النهايه الى مين؟ الى هشام بن عروه. وبعدين هشام بن عروه
عن أبيه عروة عن أم سلمة. يبقى ده يدل على إن الكثرة هنا لها حكم إيه، وأن البخاري لم يتنكب الطريق ولم يخطئ في سياقه الحديث بدون ذكر مين؟ زينب. قال الجياني وهو الإيه؟ وهو الصحيح. لا، وهو المحفوظ من حديثه. تاني بقى، قال أبو علي الجياني. قال أبو علي الجياني وهو الصحيح، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام، وهو المحفوظ من حديثه. كويس. وإنما اعتمد الإمام البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب. أثبت فيها ذكر زينب. ها. ذكر زينب. ها. ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد. أيوة، زي ما قلنا الآن إحنا ما نستبعدش أن عروة سمع من مين؟ من أم سلمة. لكن البخاري من ذكائه في سياق الأسانيد أنه يريد أن يلفت انتباهك على أن هناك خلافا على في عروة. فعروة أحيانا يروي الحديث مباشرة عن أم سلمة، وأحيانا يرويها مين؟ فدي من عادة البخاري. ولذلك وإحنا شرح البخاري يا جماعة ليس بالأمر الهين. ممكن تشرح أي كتاب إنما شرح البخاري ده يحتاج منك أن تتوقف في سياق الطرق. ليه البخاري كرر؟ ليه البخاري قال كذا؟ ليه البخاري قال كذا؟ فإحنا عندنا في هذه المسألة نرى أن البخاري ساق الحديث بطريقين. إحدى الطريقين ها زائدة مزيدة، والأخرى ناقص. وهو يقسم من وراء ذلك، يبقى هو طريق سليم ولا مش سليم؟ سليم. إنما هو يقسم من وراء ذلك إن هو يلفت انتباه طالب الحديث، يلفت انتباه طالب إن في عند عروة هنا في إشارة حمراء، مرة عن زينب عن أم سلمة، وانت طالب انتبه. زي ايه اظن وانا بدرس لطالب الدراسات العليا ساعات البخاري يقول لي باب ويسكت، ما يدينيش. فالعلماء يقول لك اصل هو قصده حاجه، يريد البخاري من كلمه باب دي بدون عنوان ان يحرك ذهنك ويدربك على ان تحاول تضع عنوان للترجمه كما دربك قبل ذلك، فبيدربك. فهو الان بيقول لك اتفضل، ادي طريق عروه مزيد، وادي طريق العروه ايه ناقص. فهذا دليل على ان البخاري ما تنكب الطريق في الروايه اطلاقا. نعم. قال وربما علل بعض النقاد احاديث ادعى فيها الانقطاع. لا، هو انا ارى ان الصواب في العباره دي كالاتي، قال اللي هو الجياني وربما علل بعض النقاد احاديث ادعي فيها الانقطاع. ادعي فيها الانقطاع، انت عاوز تقراها ادعى فيها الانقطاع تمشي، لكن يعني جرس العبارة أو صقل العبارة فيما أرى والله أعلم، علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع. احنا عندنا الانقطاع قد يكون انقطاع فعلي على الظاهر فعلا قدامي، وقد يكون الانقطاع بالقوة وليس بالفعل. قد يكون الانقطاع ايه بالفعل، يعني فرضنا لو فرضنا جدلا أن عروة لم يسمع من أم سلمة، هذا انقطاع خلاص. لو أن سعيد بن المسيب قال رسول الله، هذا انقطاع، يعني مع التجاوز، يعني تجاوز يعني مع أنه مرسل، يبقى بسميه انقطاع إيه؟ بالفعل، انقطاع ظاهر. إنما ساعات يبقى الانقطاع بالقوة مش بالفعل. مثل إيه بقى؟ أن تأتيك معلومة أو حديث عن طريق المكاتبة والإجازة. هب أن طالبا انتسب إلى كلية أصول الدين أو إلى كلية الشريعة أو إلى وبعدين ادلاله في الآخر شهادة إجازة، هل هو ما حضرش لكن عملنا له امتحان نجح في الامتحان، فأنا أعطيه إيه؟ طب العلم اللي خده ده خده عن طريق الإجازة، ما خدوش عن طريق الحضور والسماع. كذلك عن طريق المكاتبة، لو أنا بعت لك خطاب أو رسالة فيها مادة حديثية وأنت لم تسمعني، يبقى ده لأن إحنا عندنا طرق التحمل 8، طرق التحمل علم الحديث 8 طرق. في بعض الأخطاء منكم أو بعضكم بيغلط يقول إيه،
طرق التحمل والأداء خطأ. ما ينفع التعبير ده، ما ينفع أقول إيه طرق التحمل والأداء. ليه؟ لأن طرق التحمل محصورة في 8، إنما الأداء صيغه ملهاش حصر. إذا دقة العبارة إن إحنا نقول إيه؟ طرق التحمل وصيغ الأداء، خلاص مبحث طرق التحمل وإيش. إنما كوني أعطف الأداء على التحمل يبقى ده حيوهم إيه؟ بأن صيغ الأداء محصورة، وهذا غير مراد إطلاقا. فأنا عندي طرق التحمل 8، السماع والقراءة والمكاتبة والإجازة والمناولة والوصية والإعلام والوجادة. المكاتبة بقى إن أنا أبعد لك خطاب في مادة علمية حديثية، هتيجي تقول للطلبة إيه؟ كتب إلي الأستاذ بكذا، كتب إلي الأستاذ بكذا. طب دي تعتبره متصل ولا منقطع؟ معايا مشايخ؟ بعض العلماء بيعتبر الإجازة والمكاتبة متصل، ما دمت أنا اللي كاتب لك وأنت معاصرني وكتبت لك رسالة يبقى متصل. إذن بعض الناس يجعل المكاتبة والإجازة في حكم الإيه؟ في حكم المنقطع. لا، مو حكم المنقطع، لكن يرى بعضهم أنها في حكم الإيه؟ المتصل. فإذا عللنا حديثا في البخاري، عللنا حديثا في البخاري بالانقطاع من حيث المكاتبة أو الإجازة، هنتكلم نشوف ده الموقف منه إيه؟ قلنا ما يلزمش من المكاتبة انقطاع. نعم، اتفضل اقرأ. وربما علل بعض النقاد أحاديث الدعية فيها، أحاديث الدعية فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة. أيوة، لا، هي احنا عاوزين نقول صحة العبارة بالمكاتبة أو الإجازة، وده الأفضل. لأن علماءنا رضي الله عنهم علمونا أشياء جميلة جدا. لما جينا نقرأ في الكتب يقول لك إيه؟ الخبر ما احتمل الصدق والكذب. الإمام الغزالي قال ما ينفع التعبير ده أبدا، خطأ. لما نيجي نقول الخبر إيه؟ ما احتمل الصدق الإمام الغزالي قال ما ينفع التعريف ده إطلاق، لأن لا يمكن يكون الصدق والكذب في وقت واحد في خبر. هل ممكن الواحد يكون صادق وكذب في نفس الفيمته الثانية؟ أبدا. قال لك الأصح تقول الصدق أو كذب، ما احتمل الصدق أو فأو. دي مهمة جدا، مهمة جدا. هنا برضو ما نقدرش نقول لأن أنا عندي طريق المكاتبة لوحده وطريق الإجازة لوحده، فهما طريقان منفصلان، فينبغي أن تكون الواو هنا ليست واو إيه؟ وإنما أو للتخيير، نعم، أو للتنويع يعني. لكونها مروية بالمكاتبة أو الإجازة. أيوة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك. أنا قلت أن بعض العلماء بيرى أن المكاتبة والإجازة طريق صحيح يصح تحمل الحديث به، ما فيش مانع. أنت تفترض الآن أن أنت في أمريكا أو في روسيا أو في أي مكان في العالم وما عندكش وقت ولا عندك إمكانيات تجي لي هنا، فبتتصل بي عن طريق النت وأكتب لك عن طريق النت مثلا يعني. والله لو تأكدت أن أنا اللي كاتب لك الكلام ده وأن دي معلوماتي، يبقى روايتك عني صحيحة ولا مش صحيحة، ومتصلة ولا مش متصلة. هذا عند كثير من العلماء يرون أن المكاتبة أو الإجازة طريق صحيح يصلح لتحمل الحديث، خلاص، عند من يسوغ. فلو وجدنا حديثا في البخاري مروى عن طريق المكاتبة صحيح أو عن طريق الإجازة، لا طعن فيه، لا طعن فيه. ليه بقى؟ لأن هناك من يرى جواز رواية الحديث بالإجازة والمكاتبة. نعم، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عندهم، صحة الإيه بقى؟ تحمل الحديث عن طريق الإجازة والمكاتبة، عن طريق الإجازة وعن طريق المكاتبة. طيب، هذان قسمان اعترض بهما على الإمام البخاري. القسم الأولاني أو الأولاني اللي احنا قلناه إيه؟ اللي هو ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. كلام واضح. هنا بقى قسم تاني بقى، برضو صورة من الصور الثانية. ما هو احنا قلنا 6 أقسام، انتهينا من القسم الأولاني، وإن أحيانا يبقى الحديث مر بمزيد ومروا بإيه؟ بنقص، وعرفنا الرد. نعم، وعلى
من حتة تانية. نعم. ما احنا شرحنا قلنا دول فرعان لمسألة واحدة، فالمعترض الناقد إما أن ينقد الطريق المزيدة وإما أن ينقد الطريق الإيه. إحنا جينا ردينا قلنا طب أنت لو تعترض على البخاري بالطريق المزيدة كيف يكون الرد، وإنت لو اعترضت عليه بالطريق الناقصة كيف يكون الرد. اللي إحنا جينا اتكلمنا فيه دلوقتي وقلنا لازم يكون متابعات ومعضدات ومقويات، فهما فرعان لإيه؟ لقسم واحد، لقسم واحد. هنا القسم الثاني بقى في الناقص. ايوه، ما هو حين يسوق لك طريقا مزيدا ويعترض لك يقول لك لا ده 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 الطريق الثاني هي الناقصه، وانت ازاي فانت تعترض عليه بالمزيد ولا بالناقص؟ ما انت لا ينفك الامر عن حاجه من اثنين، اما ان تعترض عليه بزياده واما ان تعترض عليه بايه؟ بالنقص. طب احنا لو اعترضنا على الامام البخاري بالنقص احنا قلنا الان ايه الرد عليه؟ لما جينا قلنا ان هذا المجاهد، لما جينا ضربنا مجاهد عن ابن عباس مش كده؟ مجاهد عن ابن عباس. طيب مجاهد مدلس؟ مدلس؟ لا مش مدلس. هل مجاهد سمع عن ابن عباس؟ مجاهد سمع عن ابن عباس. ايه المشكله اللي عندك؟ يبقى هنقول ايه؟ ان مجاهدا سمع الحديث، مرتين، مره بواسطه مين؟ طاووس عن ابن عباس، ومره مباشره عن مين؟ عن ابن عباس. طيب في طريق حاجه ثانيه، الطريق المزيده والطريق الناقصه، في بعض الصور ترى ان الطرق الاكثر في الروايه الطريق هي اللي فيها اسقاط زينب مش كده ولا لا؟ وقلنا لو ممكن انا عندي طريقين اثنين زي ما جينا قلنا، طريق الاولاني وهو طريق عبد الله بن يوسف عن مالك خلاص، وجينا طريق محمد بن حرب اللي هو مع مين؟ مع عبد الله بن يوسف. كنا هذا الطريق يعضد هذا الطريق، ليه بيعضده؟ لان هم بيقول لك ازاي لما الدرقوت قال عروه لم يسمع منين؟ عروه لم يسمع من ام سلمة، فقلنا له يا سيدي احنا عندنا طريق ثاني اللي هو طريق مين؟ طريق مالك اللي روى الحديث ايه؟ اللي روى الحديث متصل. فالرد على الوجهين قائم عند الامام ابن حجر وهو يرد على الامام الدرقطني، ودي هتتمرس لما تعرف القسم الثاني والقسم الثالث، لان انا قلت في اول الدرس ان معظم الانتقادات موجهه الى جهه ايه؟ السند. السند، نعم. وحضرتك المحاضره السابقه لما اتكلمت عن حديث الاعمش وحديث المنصور اللي هو ناقص وزائد، قلت ان المنصور اتقن من الاعمش. طبعا مش انا اللي قلت ده، منصور عندهم اتقن من الاعمش. ما احنا بنوازن احنا ما بين الطرق. دراسه الرجال فن، ومعرفه الرجال نصف العلم. لذلك احنا بنقول والله احنا جينا معانا طريق الاعمش وطريق منصور، بنوازن ما بين الاثنين. الاعمش سليم ما فيش مشكله، انما ده عندنا من قبل صحيح واصح، راجح وارجح، لكن لا نطعن في طريق من الطريقين. نعم، عشان بس نخص القسم الثاني. القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الاسناد. هيجي لي بقى مشكلة عندي في السند. تجد الطريق الاولاني فيه اسم واحد، والطريق الثاني هذا الرجل بنفسه جاب لي اسم واحد ثاني في الطريق الثاني، يبقى حصل تغيير فين؟ في الرجال. طيب ده هتوجه النقد ازاي؟ هنا هنشوف ما يعني كيف يتم الرد. نعم، القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الاسناد. لنا وجهان، ما تختلف الرواة وما يختلف الرواة، الوجهان جائزان. نعم، والجواب عنه أنه إن تاني ما يختلف أو تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، ولا ممكن نمشيها ما تختلف الرواة فيه بتغيير بعض رجال الإسناد، أيهما أوجه؟ تاني لما أقول ما تختلف الرواة فيه بتغيير بعض رجال الإسناد،
ولا نقول بتغيير رجال بعض الاسناد؟ بعض رجال الاسناد. ها، رجال بعض الاسناد، ايه الاوجه اللي فيها؟ لا، بعض الرجال، بعض الرجال. نعم، لا، التغيير في البعضية، التغيير في بعضية الرجال، في بعضية الرجال. كما لا أنت لا تغير الآن، ما لا يصح العبث بالأصل إلا بإذن صاحبه. نتعلمنا أدب من العلماء، ما مش مكون تغير بالراحة كده، لا، ده بتناقش يعني. يبقى النص اللي معايا بتغيير رجال بعض الإسناد، لأن ده هيوهم حاجة، هيوهم إن أنا هغير في الأسناد، في الأسناد، إنما ليس هذا مراد الناقد أو المعترض. المراد الناقد أو المعترض إن أنا هغير إيه؟ رجال. اقرأ بقى الجواب كده الأول، والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع، إن أمكن يا ابن الله، إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. متعادلين، متعادلين في الحفظ والعدد. ها، انتظر، لا انتظر بقى. أنا الآن عندي مالك بن أنس روى الحديث عن الزهري، كويس، مالك روى الحديث عن الزهري في طريق، وجي في طريق تاني روى الحديث عن نافع، الله، نفس الحديث رواه مالك عن مين؟ عن الزهري، ونفس الحديث رواه مالك عن مين؟ عن نافع. طيب ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ ما انت هتعترض على البخاري، مرة تقول لي مالك عن ابن شهاب، ومرة مالك عن نافع، ايه اللي نقول له بقى؟ ايه اللي يمنع ان مالك سمع الحديث منين؟ من ابن شهاب، ومرة ونسمعه من نافع مين؟ مرة تانية. فيكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما المصنف، أخرج إيه؟ أخرج الوجهين ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. أولا هنشوف منزلة ابن شهاب مع مين؟ مع نافع، ونرجح بينهم. فإما والله إذا كانوا متساوين في الحفظ والكم، يبقى ما فيش مشكلة عندي. طب افترض إذا كانوا متفاوتين بقى، إذا كانوا متفاوتين، يعني رواية ابن شهاب، رواية مالك عن ابن شهاب، يعني ممكن يجي الواحد يقول ده هي أقوى من روايته عن مين؟ عن نافع، لأن مالك كان ملازم لابن شهاب، قاعد على عتبة الباب على طول ملازم له. فوالله إذا كان فيه تفاوت، فنخرج الطريقة الراجحة بقى، اللي هي طريقة مين؟ مالك عن إيه؟ عن ابن شهاب. تفضل اقرأ. أو متفاوت، يبقى أنا عندي الآن إما أن يكون هناك تطابق وتعادل، ها، في الطرق، أو تفاوت. طب إذا كان هناك تعادل وتساوي، هل في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. المشكلة عندي فين؟ في قضية لو في تفاوت. طب لدم في تفاوت أنت بتغرق الطريقين ليه؟ هذا ما ستسمعون الرد عنه. أو متفاوتين فيخرج الطريقة الراجحة. هو في باحث فيخرج دي كلام للعلماء في التخريج، يقول لك هل إن أنا أقول أخرج أفضل ولا خرج؟ وأنا قلنا قبل كده دايما، أنا يعني هذا رأيي، أنا بفرق ما بين الإخراج والرواية. أنا أقول هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عمر. إنما ابن حجر وهو أستاذ العلم التخريج ساعات يقول لك رواه البخاري من حديث ابن عمر، فنسب البخاري إلى الإيه؟ إلى الرواية. هذا تسامح، هذا تساهل، هذا تجاوز، مش مشكلة عندنا. فإذا الآن التخريج غير الإيه؟ غير الرواية. البعض من العلماء برضو بيفلسف الموقف، يقول لك في فرق ما بين أقول أخرج وخرج، فبيقولوا أخرج أبلغ، يبقى أخرج إيه؟ يخرج، أخرج يخرج. إنما لما أقول إيه؟ خرج يخرج، فقالوا أخرج إيه؟
أبلغ، لأن فيها نوع من المعاناة. فتقول إيه؟ أنا أخرجت اللص من البيت، يعني أنا عانيت الأمرين من إخراج اللص. من القسم الثاني بأن لو حدث وجدنا حديثا في صحيح مروي على الوجهين، أو مروي كما قلنا الآن أحد الرواة زاد شيئا من في السند، قلنا إن إما أن يكون هذا على سبيل التطابق والتعادل من حيث الملكة عن الحفظ ومن حيث الكم العدد، ففيش مشكلة، يبقى ليس هنا خلل لا في الطريق الأولى ولا في الطريق الثاني، لأن الاثنين مستوفين كما أو كيفا اللي هو الذاكرة. لكن إذا قضية الآن إذا كان هناك تفاوت في إحدى الطريقين أو الطريقتين، البخاري هيعمل إيه؟ يخرج الإيه؟ أو متفاوتين، يبقى أو متفاوتين مقابلة للإيه؟ للمتعادلين أو المتعادلين، نعم. فيخرج الطريق، لا احنا قلنا فيخرج ليه؟ لأن بعض العلماء يقول لك القرآن استخدم أخرج، أخرجكم إخراجا، والله أخرجكم، يبقى أخرج مضارعها إيه؟ يخرج ولا يخرج؟ يخرج. إنما خرج يخرج، فإحنا نقول بقى هنعول على إيه بقى؟ على أخرج، يبقى إيه؟ فيخرج الطريقة. طب يا دكتور، مش ممكن يكون مقصود بها من حيث القلة والكثرة؟ زي قسم وقسمة، لما يكون العدد كتير يقول قسمة. إحنا استخدمنا العبارة القرآنية أخرجكم من بطون أمهاتكم والله إخراجا، إذن فإحنا نقول مضارعها يخرج، نعم. فيخرج الطريقة، الطريقة الراجحة ويعرض ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها. يعني إذا كان عندي بقى فيه تفاوت، إمام البخاري يخرج الطريق إن هي الراجح خلاص، أو على الأقل يشير إليه كويس. فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح. أيوة، مدام ده موجود وده موجود، إما أن يكون موجود عن طريق الإشارة، عن طريق الإشارة، وإما عن طريق سياق النص كامل، ما فيش مشكلة عندي. الكلام ده أنت تعترض على البخاري لو أغمض أو أغفل الطريق إيه؟ الراجح. لكن هو يا إما أخرجها لك كاملة، يا إما إيه؟ أشار إليها فخرج من العهدة، نعم. إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. إذن البخاري لا لوم عليه إذا أخرج الطريقة المرجوحة، لا خلي بالكم معايا، المرجوحة خلاص، لكنه لم يغفل الطريق الراجحة، إما أنه يسوقها سياقا تاما، وإما أنه يشير إليها. القسم الثالث اللي جاي بقى، هذا بالنسبة للسند، هذا بالنسبة للسند، لكن من الممكن أن احنا نرى زيادة ونقص في المتن. أصبح نتكلم الآن على المتن، هنجد زيادة أو نقص فين؟ في المتن. هل هذه الزيادة تغير الحكم ولا ما تغيرش الحكم؟ هل هذه الزيادة يمكن الجمع بينها وبين ما يعرضها أو لا يمكن؟ هذا أمر وجه النقد إلى البخاري باعتبار هذا الأمر. الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه، لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر. وسيأتي مثال ذلك. إحنا قلنا قبل كده عندي المزيد في متصل الأسانيد، مش كده ولا لا؟ المزيد في متصل الأسانيد، يبقى ده زيادة فين؟ وعندي زيادة اسمها زيادة إيه؟ ثقة. عندي في حاجة اسمها إدراج تفسير لكلمة، قد زي مثلا إيه؟ لما في حديث عائشة أي في أول بدء الوحي، فيتحنث، والتحنث هو التعبد. هذا كلمة التحنث هو التعبد ديت جملة اعتراضية بنسميها إيه؟ مدرجة من مين؟ مدرجة من الزهري،
مدرجة من الزهري. احنا بنعرف مين اللي يغلب عليه طابع الادراج ومين اللي بيزيد. اذا دي هناك فرق سنشرحه ان شاء الله ما بين الادراج وزيادة الايه، زيادة الثقة هي زيادة منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا كلمة حديث مالك بن انس في من المسلمين زادها، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من بر أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. كل 90% من الرواة وقفوا عند هذا، جه ملك زاد لكلمة من الإيه، كلمة من المسلمين ما اعتبرهاش مدرجة، لا لأنها منسوبة إلى مين؟ إنما التحنث التعبد ده مدرج من كلام أحد رواة الإيه. وهذا إذا دلك على شيء فهو يدلك على أن علماء الحديث وقفوا بعناية فائقة في معرفة الزائد والناقص، في معرفة المدرج، في معرفة إلى آخره، فلهم من الله الحمد والشكر، وجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. نكتفي بهذا أو نقف عند هذا الحد، إلى اللقاء. الله الله على الله الله أكبر من الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كمين، يا هلا الله ونسأل نسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. Let it go.